إعمار العقارية وبعد تحقيقها خلال العام الماضي ارتفاع في الأرباح بحوالي 80% بما يقارب الملياري دولار خلال العام الماضي. نشاهد التوزيعات التي كانت مقترحة من قبل مجلس الإدارة، ونشاهد مجلس الإدارة يوصي بتوزيعات نقدية خلال أو عن العام الماضي. قيمة هذه التوزيعات توازي 2,200,000,000 درهم، أي بما يعني 25 فلسا لكل سهم. اجتماع الجمعية العمومية المقرر سيكون في 17 أبريل. المهم هنا هو عائد التوزيعات، نتحدث عن 4.8% بالنسبة للسهم، وهذا فيما يتعلق أو فيما نشاهده بالنسبة للمستثمرين في حال المقارنة بمعدلات ارتفاع الفائدة في البنوك، قد يكون عاملا محفزا في الفترة المقبلة بالنسبة للمستثمرين في الوقت الذي تتنامى فيه أسعار الفائدة في البنوك، وبالتالي يتجه المستثمرون للبعد عن المخاطرة والبعد عن الاستثمار في أسواق الأسهم، ويتجهون بطبيعة الحال للبنوك وحفظ أموالهم والحصول على عوائد ثابتة. ولكن إذا ما وضعنا عائد التوزيعات بشكل واضح في المقارنة فسنجده عائدا جيدا بالنسبة للمستثمرين ليتجهوا للسهم في حال رغبتهم في ذلك. ولكن أداء السهم في المقابل شهد حالة من التراجعات الحادة، بطبيعة الحال السهم قيادي في سوق دبي المالي ويتأثر به المستثمرون الأجانب في حال طبعا التوترات التي شاهدناها في الأسواق العالمية بشكل واضح من أزمة SVB وسيجنتشر بانك وصولا إلى أزمة كريدي سويس وحالة عدم اليقين الموجودة في الأسواق، وبالتالي شاهدنا السهم بقرب أدنى مستوياته في نحو 8 أشهر، وذلك بنهاية جلسة 16 مارس.